السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا الميت يرتدي بدلة سوداء في المنام. حلم المتوفي الذي يرتدي البدلة السوداء من الرؤى التي تدل على حالة الرأي، حيث تشير هذه الرؤية إلى ما سيرتقي إليه صاحب الرؤية في مرتبة معينة، يعني تشير إلى أنه سيترقى في وظيفة، يحصل عليها على راتب مرتفع. الرؤية أيضا ممكن تكون دلالة على العمل الكبير والمكانة التي يراها الرائي بين الناس وشهرته. علاوة على ذلك، فسر ابن سيرين تفسير رؤيا الميت ارتداءه بدلة سوداء أو رداء أسود إلى علو وسيادة، حيث تشير الرؤية إلى هيبة وقوة الرائي وثروة ماله. وما ذكرناه هو تفسيرات إيجابية لرؤيا الميت يرتدي بدلة سوداء في المنام، ولكن هذه الرؤية أيضا تحمل بعض التفسيرات السلبية. ومن ضمن هذه التفسيرات السلبية رؤية الميت يرتدي بدلة سوداء في المنام، فهي دلالة على بعض المشاكل التي يمر بها صاحب الرؤية وتعرضه لبعض الهموم والأحزان والمتاعب خلال الفترة القادمة، وترمز إلى قرب وصعوبات سيواجهها. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسيرا جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.